الحاجة التانية، النهاردة كان في اجتماع في اتحاد الكورة، والاجتماع ده شهد تكريم من مجلس إدارة اتحاد الكورة للحكام السبعة اللي شاركوا في كأس الأمم الإفريقية، بداية من أمين عمر، محمد عادل، محمد معروف. قدامكم على الشاشة هي صور الحكام السبعة مع مجلس إدارة الاتحاد، الأستاذ جمال علام، الأستاذ خالد درندلي، الأستاذ حلمي مشهور، اللواء حلمي مشهور، وكمان دكتورة دينا الرفاعي. والسبع حكام زي ما قلت أمين عمر، محمد عادل، محمد معروف، أحمد حسام طه، محمود أبو الرجال، محمود البنا، ومحمود عاشور. ده تكريم أهو مع محمود أبو الرجال. نكمل مع بعض، ده تكريم لبريرا. طب هو تكريم بريرا ده مع ده، على فكرة الصورة دي هيبقى فيها رد فعل كبير بالليل. رجع بس ثبت الصورة اللي قبل الكابتن محمود عاشور. التكريم ده اسمعوا بالليل ردود فعل كبيرة جدا، وأنا مش هكشف عن التفاصيل اللي اتقالت في القعدة النهاردة، لأن النهاردة الحكام اشتكوا لرئيس الاتحاد من رئيس لجنة الحكام، وكان في فكرة طب احنا بنتكرم على المشاركة، طب اللجنة عملت معانا ايه؟ أنا بقول لكم الكواليس واللي اتقال النهاردة في الاجتماع. طب خبراء التحكيم اللي ممكن النهاردة ما يحضروش التكريم للحكام السبعة، هل مش هيحضروا عشان في تكريم لبيريرا النهاردة بالليل أو دلوقتي في التكريم اللي هيحصل في المركز الأولمبي في المعادي الفترة الجاية؟ ركزوا شوية في الكواليس والتفاصيل اللي هتدور ما بين الحكام الدوليين ورموز التحكيم وبريرا. في فيلم كده بيحصل الفترة الحالية، هل هيبقى سبب في رحيل بريرا مبكرا ولا هيكون رحيله بعد نهاية الموسم؟ ولو رحل هل هيبقى في خبير أجنبي تاني ولا هيتم التعاقد مع رئيس لجنة حكام مصري؟ أنا بطرح كلام كده ما بين السطور، ممكن نحتاجه خلال أسبوعين، خلال ثلاثة، ممكن السبت اللي جاي. انتوا عارفين لما كده بنحب نتكلم في نقطة معينة أكيد وراها حاجة. التكريم ده النهاردة كان موجود في الاتحاد بريرا. نكمل باقي الصور، الكابتن محمود عاشور كمان حكم الفار اللي كان دخل في 11 مباراة عمل رقم قياسي. كمان معانا في الحكام الكابتن المشطة اللي كان تم الاستعانة بيه عضو في لجنة الانضباط أثناء بطولة كأس الأمم، ماشي بالتوفيق. كابتن محمد عادل اللي رجع من بعيد وكان متواجد في كأس الأمم وخد 3 مباريات ومرشح فار في كأس العالم 2026 مع محمود عاشور. في كمان تكريم لمحمود سعد مسؤول التصريح الخاصة بالمباريات، ماشي. في كمان تكريم للكابتن أمين عمر، نتمنى له التوفيق يا رب في معسكر الحكام المرشحين لكأس العالم في السعودية في نهاية هذا الشهر. نشوف كمان باقي الصور، الكابتن محمود البنا أحد الحكام اللي كانوا موجودين في تقنية الفيديو في بطولة الأمم، نتمنى له التوفيق في اللي جاي. ودي صورة جماعية كمان في محمد معروف وأحمد حسام طه وباقي الحكام. على فكرة وادي كابتن محمد معروف تم تكريمه أيضا، كمان خد مباراة كانت قوية جدا وفيها معدل بدني كبير أو موردانيا وأنجولا. أحمد حسام طه كمان من الحكام اللي إن شاء الله بإذن الله يكونوا موجودين في كأس العالم مع محمود أبو الرجال، وممكن ينضم اليوم كمان 2 مساعدين من القائمة الدولية. وشايفين هذه الصور على فكرة كمان، ده الكابتن فريد سلطان. فريد سلطان من الناس اللي بتشتغل في التحليل الفني والأداء وتجهيز المواد العلمية للحكام في الفترة اللي جاية. دلوقتي وأنا معاكم على الهواء في تكريم ليهم أيضا، ولكن في المركز الأولمبي في المعادي، الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة. دي كانت أبرز التعليقات على تكريم الحكام اللي شاركوا في كأس الأمم. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.